السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انا جيت اليوم بفلوق جديد متنوع، ان شاء الله غنشارك معكم بزاف ديال الحوايج اللي غادي ندير هذا النهار. اول حاجه بديت بها هي هذا المنظم. بالنسبه لهذا المنظم كما قلت لكم انا غادي نركبه دابا ان شاء الله باش ندير فيه الصنادل. غادي نستغله في الدخله ديال الباب ان شاء الله باش ينظم ليا صنادل، يعني ما يبقاوش غير محطوطين غير هكاك. ونتمنى يجيني هو هذا. كما كتشوفوا انا فتحته كيجي على هذا الشكل، فيه دي بياس ودوك البياسات ديالو باش كيركبوا. هذا كما قلت لكم انا غادي نركبه دابا ونبارطاجيه معكم فاش يتركب. ها من بعد ما ركبته صراحة جا زويون وخفيف وعملي، وفيه الاسباس فاش ديرو بزاف، فيه بعض الطاجيرات وكيهزو. وان شاء الله فاش نشارك معكم الدار فاش نقاد كل شيء غادي نوريكم بلاصة فين حطيته. السلام عليكم، جيت نشارك معكم هاد لي بلاستيك شلاش غادي نستعملهم. بالنسبه لهادو اكياس ديال لابوبير راه معروفين باينين، كاين هاد الماركه هادو كبار فيهم 10 د البياس وفيهم الحجم ديالهم 75 على 110 سنتيم، وكاينين هادو فيهم غير لي مينيم صغار تقريبا ما غاديش يقدوني داكشي اللي بغيت. المهم انا غادي نفتحهم معكم دابا وغادي نوريكم اشنو غادي ندير فيهم. غندير فيهم كما قلت لكم الكواش، انا صبنتهم وبغيت نشارك معكم هالطريقه باش تبقاو تستعملوها. بالنسبه لهادو هادو فيهم الريحه ديال الخزامه، هاد الماركه هادي فيها الريحه ديال الخزامه. غادي يبقاو لكم الكواش فيهم الريحه ديال الخزامه، يبقاو نقيين تصبغوهم وتجبدوهم. بالنسبه لي انا يا راه عارفين مع كانوا عندي الخدامه وداكشي وبديت كنخمل وداكشي، ولكن باقي ما سالوش الخدامه. كي بديت كنغسل المانط وداكشي وبغيت نديرهم في هاد لي بلاستيك باش يحافظوا عليهم الوقيته اللي نبغيهم نجبدهم من بعد التخمال نلقاهم، يعني غادي ندير فيه الفراشات والمانط واي حاجه صبنت غنديرهم فيهم. انا غادي نفتح هادو دابا معاكم وغادي تشوفوا. انا هادو بغيت صراحه هادو اللي فيهم الريحه ديال الخزامه بغيت الكبار، ولكن ما لقيتهمش، لقيت غير هاد الصغار وجبت هاد الكبار يعني باش نديرهم يعني عاديين. هادو ما فيهم لا ريحه لا والو باش نجمع فيهم داكشي اللي صبنت باش ما يتكرفص ليا. كما كتشوفوا للاسف هاد البلاستيكه صغيره بزاف، ما غاديش تهز ليا داكشي، ما غاديش تهز ليا كاشه صغيره عليها بزاف. غندير فيها غير الفراشات الصغيورين دوك الطلامط ديال السدادير وهذا وهادو الكبار، وهادي الكبيره غادي نقدر ندير فيها تقريبا حتى 3 الكواش. ديجا انا الكواش جمعتهم بهالطريقه، جمعتهم بهذه الطريقه يعني صبنت الكاشه وكلشي ولوريتها بحال هكا. غادي نشدها ونديرها في الميكا وغادي نسد عليها، يعني هذيك ما غاديش تقدني هاد البلاستيكه. كما قلت لكم غندير فيها غير هادوك سميتو باش تبقى فيهم الريحه ديال الخزامه. حبيت نشارك معكم هاد الفكره ديال هاد لي بلاستيك، لانها ملي كديروا فيها شي حاجه صبنتوها بحال هكا كاشه ولا كوفرلي ولا شي حاجه، ملي كتفتحوها كتبقى الريحه ديال الخزامه فيهم، كتبقى صراحه زوينه. هاد الفكره عطاتها لي صديقتي وكنشكرها عليها صراحه لانها زوينه، ولكن للاسف انا ما لقيتش هادوك الكبار، لقيت غير هادو الصغار. المهم غادي نعدي دابا حيت ما عندي كندير، ما لقيتهمش. غادي ندير هادو الكبار فيهم هاد الكواش، وبالنسبه للصغار غندير فيهم الطلامات ديال هذاك كما قلت لكم والمخاد وكلشي داكشي الصغير غادي نجمعو هنايا بين ما نسالي التخمال، ونبغي نفرش ونجبدهم ان شاء الله. اللي احتاجيتها واللي ما احتاجيتها تبقى في بلاستيك هكا مجموعه، ونجمعها تنبغيها ونجبدها نقيه. السلام عليكم البنات، جيت اليوم نشارك معكم واحد الهميزه صراحه لقيتها في الجوطيه. مشيت صدفه صراحه للجوطيه باش ناخذ شي حاجه نسول عليها، بغيتها وانا لقاها الثلاجه وكانت خاصاني صراحه. كانوا عندنا جوج ثلاجات في الدار وكلهم كانوا صغار، وكانت خاصاني ثلاجه كبيره باش عرفتوا دابا رمضان وهذا كنحتاجوا الثلاجه تكون كبيره. ومشيت ولقيتها صراحه وجبتها صراحه. الثمن ديالها كان جد 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 مناسب، وحيدت عليا واحد الثلاجه وخليت غير هذه وحده اخرى
في الكوزينه. انا غادي نشاركها معكم صراحه، لا مارك ديالها فاغور صراحه راه زوينه يعني غنيه عن التعريف. واينوكس هاني انا جبتها للدار وعاودت نقيتها، غسلتها مزيان غسلتها مزيان ودرت ليها دابا التعقيم، عقمتها بالخل وحطيت فيها واحد طريف ديال الفاخر باش يمص ليا اي ميكروب اي حاجه، وديك الريحه ديال الخل تحيد لي منها باش ندير فيها ان شاء الله الخضره والديسير وكل شيء. صراحه عجبتني بزاف بزاف لانها صراحه كبيره وزوينه، وكما قلت لكم الثمن كان جد مناسب، وخا خاصين فيها جوج بياسات ولا ثلاثه، ولكن معليش ماشي مشكل، غادي نحاول الى لقيتهم في السوق ناخذهم ونديرهم ليها ان شاء الله. كنتمنى تنصحوني الا كنتو عارفين شي بلاصه كيتباع فيها هاد لي بياس ديال الثلاجه بحال هكا، شي حاجه ناقصه في الثلاجه ولا تهرسات لكم شي طاجيره بحال هكا دزاج ولا شي حاجه في الثلاجه وكاين شي بلاصه كتباع فيها، تنصحوني باش نمشيو ناخذهم فيها. كما كتشوفوا كاين الطبقات ديال الزاج ديالها صراحه رائعين، باقي مزيانين نقيين ما فيها صراحه حتى شي حاجه، وكاين فيها هاد المجرب بهذه الطريقه عجبني حتى هو، حيت الثلاجه اللي كانت عندي انا عاديه جدا. كاين هذا بحال هكا، كاين هاد المجر هنايا كبير ها هويا كما كتشوفوا، صراحه كتبان انها جديده، راه غادي تحكموا عليها يعني صراحه زوينه. وكاين هذا هنايا ديال البيض صراحه، هذا كيجي هنا الفوق، ولكن هذا كانوا كاينين ناقصين جوج بياسات، هاد البياسه وهذه الفوق ما كاينينش، اكتفي درت هذه هنايا طلعتها هنا الفوق، وهذيك ديال الفوق هبطتها هنا حيت ديجا الثلاجه كبيره، يعني ديجا الا ركبتو هنا الفوق ما غاديش يعني صعيب باش توصلي فيه داكشي اللي غادي ديري فيه. وهنايا كاين الفريغو جات تحت على هذا الشكل صراحه، حتى الفريغو هادو ديالهم شويه وحده مهرسه شويه الفوق، وخاصه واحد الطبقه الفوق ما كايناش فيه، ولكن معليش صراحه يعني بهذا الثمن كما قلت لكم باش خديتها وما غاديش نلقاها، ما غاديش نلقاها نهائيا بهذا الثمن، يعني كانوا هاد جوج بياسات ولا ثلاثه اللي خاصينها ماشي شي حاجه، وغتنمت الفرصه وخديتها حيت ديجا كانت خاصاني كما قلت لكم مع رمضان. بالنسبه للبخي باش خديتها السيد كان كيقول فيها 28 وخديتها عنده ب 24، مولاها اللي كان حاطها عنده طالب فيها هاد الثمن، المهم خلاها ليا ب 24000 ريال صراحه ميزه لا تعوض، وخديتها وقلت نشاركها معكم اليوم، وان شاء الله فاش نحط فيها الخضره ونقاد فيها كل شيء غادي نعاود نصورها لكم باش نعطيكم طريقتي انا كيفاش كندير نحط يعني كيفاش كنقاد الخضره في الثلاجه، وهذا باش تستافدوا معايا ان شاء الله. هذه هي الهميزه ديالي ديال اليوم وقلت نشاركها معكم، وتعطوني رايكم كي جاتكم الثلاجه ديالي جديده، انا غنبقى نقول جديده ماشي قديمه حيت كما قلت لكم صراحه رائعه. فيها واحد لابليكاسيون ديال لارارم انا ما خدمتهاش، كتعطي واحد الصوت الا فتحتوها، انا غادي نحاول نخدمها باش تشوفوا الا دابا مثلا بحال هكا بالنسبه للناس اللي عندهم الدراري الصغار، يمكن دابا خدمتها نشوف بالنسبه زعما بالنسبه للدراري اللي عندهم هذا اللي عندهم الدراري الصغار، باش الا تفتحت الثلاجه يعرفوا بان الدري الصغير راه فتح الثلاجه. المهم انا ما خدمتهاش، انا غادي نحيدها باش ما تبقاش دير ليا الصداع منين هذا ملي كتصد راه ما كتسمعوا حتى شي حاجه، يعني كتبقى عاديه، ولكن فاش الا خدمتوها فاش كتفتح كتعطيكم هذا الصوت بان الثلاجه راه تفتحات، ولكن كما قلت لكم انايا غادي نسكتها ما غاديش نخدمها، غنخليها عاديه يعني الا مسدوده ولا محلوله راه ما عنديش مشكل، يعني ما كاينش اللي غادي يفتحها. وهذا ما كان، وكنتمنى تعجبكم وتعطوني رايكم واش عجبتكم الثلاجه الجديده ديالي ولا لا. انايا غادي نبارطاجي معكم الثلاجه ان شاء الله القديمه ديالي اللي كانت عندي ثلاجه صغيره بزاف يعني ما كتهزش ليا كل شيء، ولكن هذه ان شاء الله باذن الله غادي تهز كلشي وغنكتفي بها، يعني ما غاديش نبقى في الدار مخدمه جوج ثلاجات، ديجا كنت في الدار مخدمه جوج وما كيكفونيش يعني ما كيهزوليش كلشي، ان شاء الله هذه تهز ليا كلشي.
السلام عليكم بنات. وهنايا جيت نبارطاجي معكم الليمون، بغيت نقادو نديرو في الفريجيدير بالنسبه للعصير على حساب رمضان ان شاء الله. وهذا المهم، انا درت هنايا كناخذ الليمون كنحيد ليه الجلوف ديالو، كنديرو دي طرونش بحال هكا بحال هكا، هذه مقطعه بحال هذه الطريقه. مهم، وغادي نديرو ان شاء الله في الفريجيدير، ندير غادي انا كنقطعو كنحط انا من بعد غادي نديرو في بلاطو، نستفو في بلاطو وعاد غادي نديرو في الفريجيدير ان شاء الله. يجمد ملي نحتاجو غادي نجبدو على حساب العصير. وهنايا من بعد ما كيما قلت لكم درتو دي طرونش بحال هاد على هاد الشكل، غادي نشدو ان شاء الله وغادي نديرو في الفريجيدير يجمد غير شويه ونعاود نحيدو، غنبقى نستمر على هاد الطريقه، ندير جوج بلاطو ثلاثه حتى يجمدو وعاد نديرو في لي بلاستيك باش نجبد الكونتيتي اللي بغيت ملي يجمد. من بعد ما نديروش دقه واحده باش ما يتجمع ليش كلشي. وهنايا جيت نشارك معكم مطيشه، حتى هي غادي حيدت ليها الزريعه وكلشي، خليتها بالجلفه ديالها ودرتها في الكسكاس، غادي نبخرها باش نخليها حتى هي رمضان ان شاء الله. وهنا درتها فوق النار ودرت عليها شويه د الملحه. هنا من بعد ما جمد الليمون ديالي درتو في لي بلاستيك وغادي نرجعو للفريجيدير. كما كتشوفوا كيجي عملي، كتهزو الكونتيتي اللي بغيتو وتردوه. وهذه مطيشه ديالنا من بعد ما طابت بردات وطحنتها جات على هذا الشكل. خديتها درتها في لي بلاستيك وغادي نرجعها للفريجيدير ملي نحتاجها نجبدها. وهنا غادي نسد هذا الفلوق ديالي وغنضرب لكم موعد فلوق ثاني ان شاء الله.